أكدت أبحاث طبية أن تلف خلايا العين ربما يكون مؤشراً على إصابة الشخص بمرض الزهايمر، والزهايمر هو أكثر الأنواع شيوعاً من أمراض خرف الشيخوخة. ويمكن من خلال هذه النتائج إجراء اختبارات على مرض الزهايمر الذي يعاني منه الملايين في أنحاء العالم بالسماح لأطباء العين بإجراء التجارب على الشخص لمعرفة هل هو مصاب بالمرض أم لا. وقال العلماء بجامعة لندن كوليدج البريطانية إن الاختبارات الطبية التي أجريت على خلايا العين أظهرت أنها يمكن أن تكون بمثابة إنذار مبكر لتلف خلايا المخ. كما أوضحت لورا فيبس من معهد أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، إنه لطالما كان هناك رابط بين زيادة فقدان خلايا الشبكية ومرض الزهايمر. مضيفة أن تشخيص مرض الزهايمر يمكن أن يكون مهمة صعبة للجميع، لذا لابد من مواصلة الاستثمار في البحوث الرامية إلى تحسين طرق تشخيص هذا المرض. ويذكر أن مرض الزهايمر هو اضطراب في المخ نتيجة لتلف خلاياه، وقد سمي على اسم الطبيب الألماني ألويس الزهايمر الذي كان أول من اكتشفه في عام 1906.